بالمركز الثقافي الألماني الجمعة 18 الشهر افتتاح معرض للفنانة لوسي بوشوغليان المعروفة بأرتزيف. راح تخبرنا أكثر عن هالمعرض اللي بيحمل عنوان Light in the Darkness. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. أول شيء شو يعني أرتزيف؟ أرتزيف بالأرمني يعني إيجل، نسر. هيدا اسمك الفني؟ اسمي الفني لأنه اسمي الحقيقي هو لوسي، بس مين ما كان بيقدر يسمي لوسي. حبيت سمي حالي أرتزيف لأنه اسم أرمني، أرتزيف خلاص يعني أنا أرمني. محبي الفن بيعرفوك بهالاسم. أي أكيد أكيد، ولأنه النسر هو طموحه أكيد unlimited. هيدا أي معرض لك فردياً؟ بلبنان ثالث معرض، بس أنا كمان عاملة كتير معارض فردية بأوروبا، بفرنسا وبألفورفيل بريو دي فارين ستيام. قدي صارك ترسمي؟ هيدي أنا خلقت وكان عندي الموهبة، يعني هي هدية من ربنا فينا نقول، ورجعت أكيد مع السنين أنا طورت حالي. Light in the Darkness، ليش هالعنوان وشو رح تكون أجواء اللوحات؟ ورح نشوفها على كل حال البعض منها بعد شوي. Light in the Darkness هو مثل مسج صغير للكل، انه قد ما تكونوا يأسانين او زعلانين على طول لازم تجربوا تلاقوا بصيص امل بكل شيء. يعني حتى اوقات في اشياء نيجاتيف بتصير معنا بحياتنا، لازم ناخذ البوزيتيف من النيجاتيف ونرجع نكمل حياتنا وما نفقد الامل بشيء ابدا. خلينا نشوف كيف ظهرتي هالمسج بلوحاتك، نشوف بعض اللوحات. أو يعني في بهالمعرض لوحات بحجم كبير ولوحات بحجم صغير كمان. صحيح، راح أعرض 11 لوحة بين 80 ومتر وعشرين ومتر وعشرين بمتر وعشرين، وعندي أكيد بين 15 لوحة بين الصغير والوسط. هول الصور عم نشوفهم من افتتاحية سابقة. يعني بكل اللوحات في ألوان أمل، بس يعني مبين العتمة لحتى اللي تظهري فيها هالضوء اللي عم تحكي عنه، صحيح؟ نعم، هلا أنا معروفة بألواني، أنا بحب هالألوان القوية الأحمر النارية صح، وعلى طول بجرب دخل السلم الصغير أو الشخطورة، لأنه نحن بالنهاية جايين على هالحياة في عنا على طول أمل بالصعود وأمل نكمل، فهولي رموز بحب استعملهم بلوحاتي. حجم اللوحة شو بيفرض عليك كفنانة؟ بيساعدك إذا كان أكبر، بلقى بيساعدك إذا كان أصغر؟ حسب الفكرة اللي بدي حطها باللوحة. يعني تجي الفكرة وبعدين بتقرر شو حجمها؟ ايه نعم أكيد، أنا وعم بشتغلها بتصير تجيني الأفكار، أوقات أنا ونايمة ببصر أفكاري بمنامي، برجع على بكرة بقوم بصير نفذهم. شو نوع البرودوي الماتيريال اللي بتستعمليها؟ انا بستعمل اكريليك واويل الاثنين بنفس اللوحه في اوقات. ايه اوقات بتعملي ميكستشر بيناتهم. هيدا هو مع يعني موضوع هالمعرض، المعرض اللي سبق شو كان موضوعه؟ هو كان بلو جراي، كنت ب 2015 كان مساقه بالذكرى المئويه للاباده الارمنيه، فكنت هاديه هيدا المعرض لهالذكرى لهالموضوع. نعم. بالذات هون لما بتقرري الموضوع او بيكون واضح الموضوع بالنسبه لك، الشغل بيصير اهين ولا محدود اكثر؟ يعني الاثنين سوا اهين، انه عندك فكره مضطره تكوني شو. نعم، بدك تضلك بالثيم ذاته، حريتك يعني. اقل. نعم. هل المعرض رح يكون لكن مركز الثقافه الالماني وفي له مناسبه كمان؟ ايه نعم، هلا هذا المعرض من تنظيم المركز الثقافي اللبناني الالماني. نعم. مع المركز الثقافي الفرنساوي بجونيه. نعم. هي بمناسبه مرور ذكرى مرور 56 سنه على اتفاقيه الاليزي بين الألمان والفرنسيين. نعم، الساعة 6:30 بيشرفني أعلن أنه النائبة السيدة بولا يعقوبيان هي حتفتتح المعرض، وعلى الساعة 8 في عنا لايف جاز باند من ألمانيا جايين خصوصي كرمال هالليلة، ومن بعد الباند من لايف جاز عنا أكيد ضيافة كل شيء خاصه بفرنش وجيرمان كوزين. والدعوة عامة؟ الدعوة عامة. نعم، دعوة عامة للجميع. عادة يعني اليوم مين جمهور الفن التشكيلي بلبنان؟ في كتار بيحبوا، في كتار بيشجعوا. هلا أنا عندي ما بعرف إذا بحق
مثلا عندي سيد عدنان القصار، هو بيشجع فني، هو ارت كولكتر، عنده لوحات من عندي. عندي كثير يعني في ناس ببعض بتبعوك بتبعوك بالشغل وبتطور بعملك. الوزير السابق جان اوغا سابيان عنده من لوحاتي كمان. في نعم في اشخاص بيتابعوا لي شغلي وبيجوا على معارضي دائما. إذا المعرض مش عم ذكر بي 18 الشهر ابتداء من الساعة 6:30 تكون عم تفتتح النقابة بولا يعقوبيان. نعم. هل معرض من بعدها في لايف باند جاز. نعم. من ألمانيا مباشرة جايين خصوصي لهالمعرض، ومن بعدها أكيد ضيافات الفرنسية والألمانية، والمناسبة هي معاهدة الإليزي أو توقيع الإليزي يلي أعاد هالعلاقة بين الحكومة الألمانية أو بين ألمانيا وبين فرنسا. واليوم أنت عم تكوني موجودة بهالمناسبة، قد ايه المناسبات مهمة بالنسبة لك يعني لتكوني موجودة فيها؟ إيه أكيد كتير مهمة، لأنه هيدي الليلة كتير مهمة بالنسبة للمركز، وأكيد كتير انبسطت أنه عطيوني الفرصة أنه أنا أعرض لوحدي. هي مدام لوتي عضايمي اللي هي مسؤولة عن المركز كمان بتحب شغلي وكتير مرات مشجعتني يعني بفني. أما لما بتكوني عم تعرضي بالخارج الوضع بيكون مختلف، الجمهور مختلف أو نفس الشيء؟ أكيد برا في تشجيع أكبر يعني. لأنه برا بفرنسا بتحس العالم بيحبوا عايشين للفن، بيحبوا الفن يعني، مش مثل لبنان أو مثل غير بلدان يعني. هلا نحن يمكن عنا انترست بغير اشياء، بس برا بيحبوا الفن يعني. حتى واحد اذا عامل كثير معارض ليفوت يحضر المعرض بده يدفع 30 اورو 40 اورو يعني، وبيجوا بيكونوا كتار يعني. بيحبوا الفن. برا. اهلا وسهلا فيك لوسي باشوغيليان، او المعروفه ب ارديف يلي هي النسر باللغه الارمنيه. اهلا وسهلا فيك، برجع بذكر لك ان المعرض ب 18 الشهر بالمركز الثقافي اللبناني الالماني ابتداء من الساعه 6:30. شكرا لوجودك معنا، وبتشكر الام تي في انه عطتني الفرصه تاطلع واحكي عن هالمعرض اللي على طول الام تي في مواكبه الاحداث، وبالاخص بتدعموا الفن والفنانين وكل شيء مناسبات ثقافيه بلبنان. اهلا وسهلا فيك. وفي هلا بنرجع بنتابع برنامجنا، رح نحكي بعد شوي بي توب ستوريز عن القمة الاقتصادية اللي رح تنعقد مبدئيا ببيروت خلال هالويك اند. خليكن معنا.